اكيد ما بدنا نشكر زملائنا على هالاغنيه، زملائنا بالكنترول على هالاغنيه الجميله. هلا مشاهدينا وصلنا لاولى فقراتنا الحواريه لليوم. فقرتنا الطبيه رح نتحدث عن مرض فقر الدم المنجلي. هو مرض خطير وممكن انه يصيب الاطفال نتيجه الوراثه. ما هو فقر الدم المنجلي وما هي اسبابه واعراضه وما هي طرق الوقايه منه؟ للحديث اكثر عن هذا الموضوع يسرنا ان نستضيف الدكتور عصام درويش، اخصائي بامراض الاطفال. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. وصباحك يا رب. دكتور عصام، بالبدايه رح نتناول معك موضوع فقر الدم المنجلي او التلاسيميا مثل ما الاسم الشائع له. كيف نحن فينا نعرفه او نوصفه وشو اعراض الاصابه؟ طيب، الحقيقه مرض فقر الدم المنجلي يختلف عن التلاسيميا. هو التلاسيميا وفقر الدم المنجلي هي امراض دم وراثيه. اذا بيجمعون هي امراض دم وراثيه وتنتقل بشكل جسمي مقهور، يعني يجب ان تكون الام حامل المرض والاب، وبالتالي هو يعبر عن نفسه من خلال نقص او خلل في انتاج الهيموغلوبين. الهيموغلوبين اللي هو خضاب الدم، وممكن يكون هذا الخلل كمي او كيفي. كيفي بحاله فقر الدم المنجلي اللي هو موضوعنا اليوم، والكمي بحال التلاسيميا. طبعا رح نحكي بشكل اساسي عن فقر الدم المنجلي لانه الحقيقه يحتاج الموضوع لاكثر شرح، وبالتالي طبعا ممكن نعرج على التلاسيميا مثل ما حبيتي حضرتك. نعم الدكتور، مثل ما حكينا ذكرنا سابقا انه للوراثه دور هام بتكون مسبب بهذا المرض. كيف ممكن تحدث الاصابه عن طريق الوراثه؟ تماما. اذا نحن مثل ما حكينا انه هو مرض وراثي ينتقل بشكل جسمي متنحي. إذا منعيد أنه يجب أن تحمل الأم المورثي والأب المورثي الحمل الأبوين، وبالتالي قد يكون الأطفال ربع الأطفال المصابين حسب طريقة الانتقال الوراثي. طيب، إذا نحن أهمية هذا الموضوع انتقاله الوراثي ممكن الإقلال من حدوثه أو منع حدوثه، كما حصل ببعض الدول المجاورة. مثلا في قبرص بلد مجاور أنه من عام 1992 لا يوجد أي حالة تلاسيميا أو فقر دم منجلي بسبب الاستشارة الوراثية ووضع معرفة وضع الأب والأم أو الطرفين قبل الزواج. نعم، يعني هذا من خلال فحوص ما قبل الزواج بتكون أنه مبكرة لحتى نقدر نكشف إذا الأهل حاملين للمورثة. تماما. اذا هذا فحص سهل واليوم يطبق باللاذقيه، كان يطبق بكل سوريا في فحص بنقابه الاطباء باللاذقيه، وهذا دعوه لكل الحقيقه قبل الزواج لاجراء هذا الفحص. فحص سهل ممكن نعرف الوضع الوراثي سواء للزوج او للزوجي للطرفين. ومؤسف احيانا انه شخص الحالي الحمل او المرض وما كنا بنعرف الوضع الوراثي للاب او للام. هذا بيحصل. مهم التشخيص كثير قبل الزواج مشان نجاح الزواج وانجاب الاطفال سالمين. تماما. وفي شيء اخر ممكن نضيفه، انه التشخيص خلال الحمل ايضا بالمراحل المبكره من الحمل، بالعمر اسبوع من الحمل، من خلال بذل السائل الامينوسي ممكن نعرف انه هذا الجنين مصاب او حامل للمورث. طبعا وبالتالي يعود للاهل بهالحاله قرار اجراء الاجهاض العلاجي. طيب، إذا كان نحن عنا أب وأم حاملين للمورثة هي المتنحية نحن عم نقول يمكن. تماما. وعندهم أطفال، يا ترى هل الإناث عرضة للإصابة بهذا المرض أكثر من الذكور ولا لا؟ يعني هو بفضل جنس عن جنس ولا نفس الشيء؟ على الإطلاق نسبة الإصابة عند الذكور والإناث بنفس النسبة واحدة. تماما. بسبب كل الأمراض التي تنتقل بشكل وراثي متنحي هي نسبة الإصابة واحدة. إذا المرض غير مرتبط بالجنس. دكتور، فينا نتعرف أكثر شو هو العمر اللي ممكن يصيب المريض بهذا المرض، ولا هو بيظهر عند الولادة فقر الدم المنجلي؟ مريض فقر الدم المنجلي يلد مصابا، لكن قد لا تظهر الأعراض لبعد عمر 3 شهور ل6 شهور، ولتختلف الأعراض حسب عمر الطفل. يعني مثلا قبل 6 شهور ممكن يعبر عن نفسه بفقر دم، شحوب، ضخامة كبد وطحال، انتانات متكررة، التهابات متكررة، ومن أسوأ هذه الانتانات التهابات السحايا بجرثوم اسمه السحائيات. إذا ممكن يعبر عن نفسه، إذا انحلال دم، التهابات متكررة. وفي شيء واسم لمرض فقر الدم المنجلي عند الرضيع أقل من 6 شهور بنسميه تنازل اليد والقدم. براجعنا للطفل بانتفاخ
مؤلم باليدين والقدمين، وقد تكون هي التظاهرة الأولى لهذا المرض. هاي الأعراض لكل المرضى دكتور؟ مو ضروري تعبر يعني عن نفسه. في أعراض مختلفة تختلف تماما. إذا قد يكون إنتان شديد عبر عن نفسه، ممكن يعبر عن نفسه بشكل صاعق أكثر. يعني في شيء اسمه تشظي الطحال، وخاصة عند الأطفال الصغار، يعني يتجمع كل الدم بالطحال وبالتالي بيعمل صدمة، يعني بيحرم بقية الأعضاء من الدم وبيعمل صدمة، قد يكون التعبير الأول أو تعبير أحد عند الأطفال الصغار. ممكن يكون حارس وعي دماغي. هي الحالات مميتة يمكن فورا ولا ما شرط؟ لا، لحسن الحظ انه ممكن نتداخل وتعالج الطفل. طيب هي الأعراض إذا انكشفت على وقت مبكر أكثر، يا ترى بتحمي للمريض أو للطفل من أنه يتابع بتبعات لهذا المرض أقوى على كبار ولا لا؟ يعني هي حتاخد حدة. تمام. هلا نحن الحقيقة عندما نشخص هذا الطفل رح نعرف أنه رح تحصل نوب ألمية، رح تحصل نوب تمنجل. هلا شو سبب الأعراض عند هذا الطفل؟ أنه نحن هذا الخلل بالخضاب، الخضاب مشان نشرح الآليات. طبعاً رح نشرح بشكل طبعاً مبسط مشان المشاهد أنه يستفيد. أنه الخضاب عادة بفقر الدم المنجلي تأخذ الكرية الحمراء شكل المنجل، وقدرته على حمل الأكسجين أقل. وحياته الكرية الحمراء حياته أقل. الكرية الحمراء عادة بتعيش 120 يوم 4 شهور، بفقر الدم المنجلي بتعيش 20 يوم وبالتالي بتتكسر بشكل متكرر. طيب هاي الكرية الحمراء اللي بتاخد شكل المنجل ممكن تعمل احتشاءات، تسد الأوعية الدموية الصغيرة وتسبب الأعراض. إذا طيب شو العوامل اللي ممكن تعمل؟ ممكن تحصل لأسباب مختلفة، على رأسها مثلا الإنتانات. إذا بسبب وجود إنتان حصلت عند النواب الشدة الردود، فإذا أنا جنبت الإنتانات وجنبت الردود ممكن جنب طفلي هالأعراض. طيب الحماض، إذا في ظروف مختلفة قد تعرض لحصول هذه النواب. طيب أنا شخصت، عندما أشخص هذا الطفل لازم أتابعه متابعة خاصة، لازم يكون برنامج لقاحات خاص، لازم راقب خضابه بشكل دائم، راقب نموه بشكل دائم، وراقب الإنتانات عنده بشكل دائم. وبالتالي أنا إذا عالجت بشكل مناسب راح يكون السير السريري وتطور هذا الطفل أفضل. يعني دكتور هون فينا نقول إنه هذا المرض الأنيميا المنجلية مرتبط مع وجود مشاكل صحية مزمنة وحادة بجسم الطفل. تماماً. مثل الالتهاب الرئوي مثل ما حكيت حضرتك، مثل الإنفلونزا ممكن يترافق معه. تماما. الحقيقة مثل ما قلنا أنه هذا الطفل هو معرض للاختلاطات أكثر من الأطفال الثانيين بسبب وضع الكريات الحمراء والحصول الاحتشاءات والنواب اللي ممكن تصير عنده. الحقيقة هذه النواب ممكن تكون متعددة. إذا هو معرض للإنتان، نحن حكينا عن الأعراض عند الطفل أقل من 6 شهور مثل العمر 2 سنين، كمان ممكن تكون تعبر عن نفسه بفقر دم والاحتشاءات المتكررة. بعد عمر 2 سنين ممكن تعبر عن نفسه كل الأعضاء. إذا المكان اللي بيحصل فيه الاحتشاء أو نقص الأكسجي أو نقص التروية الدموية رح تحصل فيه الأعراض. يعني مثلا ممكن يجيني الطفل بشيء اسمه تنازل الصدر الحاد، يعني رح يصير عنده آلام صدرية شديدة. هذا حالة الحقيقة اختلاط لازم معرفة بجدية. يصير سعال شديد ونقص أكسجي، وبنشوف بالصور الشعاعية أنه علامات واسمة لهذا المرض، يجب التدخل. طيب أنا بدي افترض أنه حصل الاحتشاء بالبطن، راح تكون أعراض بطنية، هي ناتجة عن نقص المشكلة بالكبد ونقص التروية بالكبد. أو ممكن تكون هي نقص التروية بالطحال أو بالعقد اللمفاوي، وبيجيني إذا الطفل بألام بطنية شديدة. طيب ممكن تكون بالعظام، ممكن تكون إذا مكان محل ما بتستقر هي حتعمل الأعراض الملائمة للعضو يلي تماما، وهي ممكن تصيب كل الأعضاء حتى العين. تصور إنه حتى العين يمكن أن تصاب وتعمل اعتلال شبكي بسبب فقر الدم المنجلي. طيب نحن إذا تلافيناها بأولتها، لأي مدى أو أي عمر ممكن يوصل للطفل المصاب بطفولته بفقر الدم المنجلي؟ ممكن يقطع مرحلة المراهقة، ممكن يوصل لـ30، متوسط الأعمار. الحقيقة نحن ممكن 35-40 سنة، ونتأمل إن شاء الله أنه مع تطور العلم أنه يشوف الأطفال حياة طبيعية أو قريبة من الطبيعي. والمبشر اليوم أنه حالات نقل نخاع العظم ترانسبلانتيشن هاي الشفاء الوحيد تماما، وإله للأسف ببلدنا لم نبدأ به حتى الآن. وإن شاء الله نتأمل أنه المستقبل يكون واعد بهذا الموضوع. وهو إجراء ليس سهل وما ممكن يكون لكل الأطفال، له استطبابات معينة إذا بتحبون نحكي فيها. نعم.
دكتور خلينا نحكي شوي عن اللقاحات. مرضى فقر الدم المنجلي أكيد عندهم لقاحات مثل التهاب الرئوي، الإنفلونزا مثل ما حكينا، ما في لقاحات داعمة ممكن أنه تفيد أو تخفف من أو تساعد على العلاج؟ سؤال جيد. الحقيقة المريض فقر الدم المنجلي يجب أن يأخذ كل اللقاحات الداخلية بالبرنامج الوطني واللقاح، ويجب أن نضيف عليه، يعني هنا إلهم حساسية خاصة للجراثيم والسالمونيلا والرئويات وبالإضافة للهيموفيلس أنفلونزا. في لقاح الهيموفيلس أنفلونزا لحسن الحظ داخل بالبرنامج الوطني للقاح، ويظل عندنا لقاح الرئويات بننصح فيه بعمر سنتين ويجب إعادته بعمر 5 سنين. يعني لازم يكون في لقاحات داعمة. تمام، سنتين وعمر 5 سنين وممكن نيله فيما بعد. إذا سنتين وخمس سنين ضروري لقاح الرئويات. طيب لقاح القريب أيضا ينصح مريض فقر الدم المنجلي أنه يأخذ لقاح. عشان ما نعرضه يمكن لأخطار منها. تماما، لأنه نحن قلنا أي إنسان ممكن يأهب لنواب فقر الدم المنجلي. صحيح. طيب يا ترى دكتور عصام، في غذاء معين نحن أو نمط غذائي معين ممكن نحن ندخله لحياة هذا الطفل لنحميه أو نخفف عنه هي الأعراض اللي سبق وذكرتها حضرتك؟ طيب الأطفال هدول بشكل عام ما لهم بحاجة للحديد، وبالتالي إعطاء الحديد لا يفيد، وممكن أحيانا عندهم مشكلة بزيادة الحديد، طبعا أقل من تلاسيميا، لكن هن ما نو بحاجة للحديد. وأنا ذكر بعض الحالات حاجة الحديد عن فقر الدم المنجلي، وهي حالات نادرة، لكن ممكن نحكي نحن عن تغذية متوازنة تساهم بالنمو الطبيعي للطفل، تساهم الأغذية تعزز مناعته للطفل، وحقيقة هي ممكن يكون لها دور. دكتور حكينا شوي عن اللقاحات، هلا خلينا نحكي عن الأدوية. في هني في أدوية معينة يجب أن يأخذها مريض الأنيميا المنجلية بشكل دائم بشكل دقيق ومنتظم دون توقف أبدا؟ طيب إذا كان مريض، طبعا نحن حضرتك سألتيني أنه في حامل وفي مريض، المريض أنه يفضل يأخذ الفوليك أسيد لأنه هو عنده انحلال دم متكرر وأحيانا مزمن، وبالتالي نحن منعطي مشان نساهم بلاي. إذا لازم ياخذ الفوليك اسيد، لازم ياخذ البنسلين. البنسلين عاده نعطيه للاعمار الصغيره، ممكن بعض المدارس للخمس سنين وبعض المدارس بتقول مدى الحياه. اذا البنسلين الغايه منه انه الوقايه من الانتانات بهالجراثيم اللي ذكرناها اللي هي الرئويات بشكل اساسي كاجراء وقائي. اذا بنعطي بشكل عام البنسلين وبنعطي الفوليك اسيد، وحكيتي حضرتك عن اللقاحات، طبعا ضل عندنا خلال النواب الألمية اعطاء الصادات الحيوية، اعطاء المسكنات، اعطاء كثير، اعطوا كورس علاجي يمكن حاد فترة النوبة. تماما. هلا النواب الفقر الدم المنجلي مشان يكون موضوعنا هيك شوي نعرف شو هي النوبة المنجلية. شو هي النوبة المنجلية؟ طبعا هي الحقيقة النواب المنجلية هي نواب ألمية بشكل عام، وممكن تكون نواب فقر الدم. حتى الفقر الدم إذا النواب الألمية اللي حكينا عنها هي نتيجة الاحتشاءات المتكررة وحسب المكان العضو المصاب، إذا بالبطن بالصدر إلى آخره. هلا النواب ما يتعلق بالدم تحديدا ممكن يكون نواب انحلالية أو نواب فقر دم، يعني بيجينا الطفل نازل خضابه بشكل كبير بسبب انحلال أو بسبب انتان. في انتان مميز عن مرضى فقر الدم المنجلي بيسموه الفارفو فيروس، فبيجي خضابه كتير كتير نازل. طيب إذا كانت النواب عملت احتشاءات رح تسبب لنا آلام، وهالآلام ممكن تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة، وممكن معالجتها بالبيت وقد نضطر لمعالجتها بالمشفى. يعني هاي هي النوبة المنجلية. تماما. هاي أعراضها. خلينا نحكي أنه نحن النوبة المنجلية هي ممكن تكون بالنسبة للعامة هي نوبة ألمية أو نوبة فقر دم، والنوبة الألمية ممكن تكون بمكان مترافق. مختلف بأماكن مختلفة بالصدر بالبطن بالعظام إلى آخره. طبعا حتى يعني كل أعضاء الجسم ممكن تتأثر، ممكن تتأثر نمو للطفل، حتى الكلية ممكن تتأثر. يعني مثلا الأطفال اللي عندهم فقر دم منجلي صير أحيانا عندهم بيلي دموية بيلي دموية عيانية أو مجهرية. تماما يخسروا دم تماما، وممكن يكون عندهم تعدد بيلات مثلا بسبب فقر الدم المنجلي نفسه. دكتور خلينا نحن نفرق ونتعرف أكثر على الناقل والحامل لمرض فقر الدم المنجلي، نعرف مين الحامل ومين الناقل لهذا المرض. طيب الحامل حقيقة نحن نميز بين حالتين، هو الحامل أو الناقل والمصاب. نعم. الحامل هو الناقل، حامل للمرض أو ناقل للمرض، هو الناقل. ممكن سواء ذكر أو أنثى، بيكون عادة نحن تشخيص المرض
تشخيص المؤكد بيكون طبعا سالتوني انه برحلان الفحص اسمه رحلان الخضاب. هو الحامل للمرض اذا نحن عملنا الخضاب عنده او رحلان الخضاب راح يكون نسبه الخضاب المنجلي او بنسميه الهيموجلوبين اس تقريبا 35%. في حين المريض ممكن يكون 80 90 95%. اذا لما نحن بنعمل رحلان خضاب ونشوف انه نسبته حوالي 35% راح نعرف انه هو حامل للمرض. اذا الطرف الثاني حامل ممكن مثل ما حكينا انه يكون بعض الاطفال الاصابه تمام. طيب الحامل دكتور نحن حكينا انه المصاب في له يمكن مراعاه خاصه بالادويه باللقاحات مندعمه اكثر، بجوز ما له نمط غذائي معين مثل ما حكينا فقط مغذي يعني اكل مغذي تمام. طيب الناقل يلي ما عليه اعراض يا ترى كمان في له مضارات خاصه ولا لا؟ نحن بنتركه على طبيعته يعيش حياته مع مراعاه انه هو حامل للمرض، ما بصير يتزوج بحدا حامل للمرض. سؤال جيد الحقيقة. هذا الاستشارة الوراثية والحامل يعيش حياة طبيعية 100% إلا بظروف خاصة جدا من نقص الأكسجين ممكن يصير مشاكل مثل الطيران مثلا المرتفع لفترة طويلة، طيران بارتفاعات شاهقة أو لفترات طويلة، أو التخدير. ما بننتبه لهذا الموضوع بس غالبا بيعيشوا حياة طبيعية تماما. نعم دكتور، مثل ما حكينا مثل ما حكيت سابقا انه ممكن يأثر هذا المرض بشكل مستقبلي على الطفل ان صاب المريض وهو طفل بهذا المرض مستقبليا بيأثر على حياته، ان كان ضد المناعة اكيد بيأثر ضد مناعته ضد الامراض المعدية، باي شيء ثاني مثل ما ذكرت مي الزواج انجاب الاطفال اكيد له تأثيرات على مستقبل هذا المريض. هلا مريض فقر الدم المنجلي يمكن يتزوج وينجب. هلا احد المعالجات فقر الدم المنجلي ببعض الحالات الشديده بنعطي دواء اسمه هيدروكسي يوريا، وهذا الدواء من مضادات الانقسام الخلوي ممكن تاثر على الانجاب، وهي حاله نادره. لكن مريض فقر الدم المنجلي يتزوج بشكل عالي والامكانيه كبيره ان لا يكون الطفل، اذا الطرف الاخر غير مصاب راح يكون كل الاطفال سليمين ان شاء الله، والبعض ممكن يكون حامل، وطبعا هو راح ياثر على نموه بشكل بدرجات متفاوتة، أكيد راح يكون معرض للأمراض أكثر من غيره أكيد، لكن نحن بالانتباه والمتابعة الطبية جيدة إن شاء الله راح نقلل من الاختلاطات ونأخر بعضها. طيب كنا قبل ما نبلش الهوى عم نحكي على موضوع أنه ممكن نفسه انحلال الدم في أعراض شائعة عنه اللي بياكلوا فول، في عالم تاكل فول أو مشتقات بقولية معينة بنقول عنها فولت. طيب شو الفرق بيناتهم والإنهم نفسهم بصيغة تانية؟ تماما. إذا نحن قلنا أمراض فقر الدم الوراثي بشكل عام، نحكينا الفقر الدم المنجلي والتلاسيميا اللي هو مرض آخر وقد يحتاج حلقة لأنه حقيقة مرض كتير كتير واسع. في عنا الفوال، هذا كتير مهم، السؤال كتير مهم أنه نشير له أنه حوالي 10% من سوريا يحملون هذه المورثة، والتشخيص المبكر يجنب انحلال الدم، لانه احيانا من شخص وبعد ما بنحل دم الطفل بنعطيه دم، ونحن بنعرف انه نقل الدم له اخطار، وبالتالي لازم يكون التشخيص قبل نقل الدم. بينتقل بشكل وراثي، وهو بينتقل بشكل وراثي مرتبط بالجنس. لاحظتي انه سؤالي كان انه مختلف، اذا هو يصيب الذكور اكثر من الاناث. الفوال اذا هو عوز بخميره اسمها G6PD تماما، هو بيصيب الذكور اكثر من الاناث. عاده تنقل الأم ويصاب الذكور فيه أكثر من الإناث، وهو أيضا مرض وراثي. طيب كمان يمكن يكون خطأ شائع مثل ما التبس علينا الموضوع لما منقول تلاسيميا وفقر الدم المنجلي، شو الفرق بيناتهم؟ طيب نحن قلنا هو خلل اثنين بالخضاب أكيد. بالنسبة لفقر الدم المنجلي هو خلل بنوعية الخضاب، أما التلاسيميا هو خلل بكمية الخضاب. هو مشكلة أنه فيه خلل بإنتاج الجلوبين اللي هو جزء من الخضاب، خلل بالإنتاج قد يكون غياب بالإنتاج أو إنتاج جزئي. دكتور خلينا نحكي شوي عن نوع من أنواع مرض فقر الدم اللي هو الهالات السوداء حول العيون. كتير من الإناث أو الذكور بيشتكوا من الهالات السوداء تحت العيون، بيقولوا أنه بيروحوا عند الدكتور تشخيص أنه ممكن يكون فقر دم، بيعملوا تحاليل ما في فقر دم، فما نتيجة ليش هاي الهالات السوداء؟ طيب إذا الهالة السوداء حول العين ممكن إلى أسباب متعددة، أحد هذه الأسباب فقر الدم، يعني طفل الشحوب ممكن يعمل هالة سوداء. طيب التعب والسهر ممكن يعملها، ما صار حال وجود عائق، الوجود مثلا التهاب أنف تحسسي أو ضخامة ناميات ونقص أكسجين ممكن يعملها،
في بعض الحالات الوراثية بيكون شكل الهالي حول العين. إذا في أسباب متعددة، وجود العائلة، ضخامة الناميات، الحساسية، هي أسباب أخرى للهالي حول العين. آخر سؤال حابة أطرحه على حضرتك دكتور، يا ترى هي الأمراض فقر الدم المنجلية أو فقر الدم بأنواع اللي كنا بنحكي عنها مرتبطة بسحنة مصفرة شوي للمريض؟ يعني إحنا إذا شفنا حدا مصفر أو شاحب حس، يعني نحن أكيد عم نقول إنه هذا حدا مصاب بفقر الدم لازم يعمل فحوصات، ولا لا ممكن يكون هو فقط لون بشرة عادي؟ تمام، هلا فقر الدم المنجلي هو شاحب مثل فقر الدم بنقص الحديد، لكن بالتلاسيميا له سحنة خاصة نتيجة فرط تكون مصاب. مميزة يمكن ببيئات معينة أو بمجتمعات معينة بتميزهم إذا هنن بيتزوجوا من بعض؟ ايه اكيد اكيد طبعا الزواج الاقارب لانه نسبه الحمل بتكون اعلى، تكون السحنه متشابهه، بس مو اكيد مو اكيد، لانه لكونه نسبه الحمل بين الاقارب اعلى وبالتالي بزيد النسبه، بس ممكن يكون قريب حامل عفوا بعيد حامل، مو ضروري يكون قريب. نعم دكتور عصام درويش، مشكرك كثير على وجودك معنا وشكرا على المعلومات القيمه اللي افدتنا فيها طبعا نحن والمشاهدين. يسعد صباحك، واكيد لنا لقاءات ثانيه معك. انا بشكركم، يسعد صباحك.